بسم الله الرحمن الرحيم. سمي جميعا بسم الله كده ونتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله. النهارده باذن الله هناخد نص جديد هو نص الشاعر وصوره الكمال. النص ده من النصوص الفلسفيه الجميله. الشاعر الكبير عبد الرحمن شكري وهو احد مؤسسي جماعه الديوان. كنا تحدثنا عن الديوان وقلنا دي مدرسه ادبيه رومانسيه. تذكر مدرسه الديوان هي الخطوه الثانيه في الرومانسيه. بدات الرومانسيه بمطران كما تذكر عندما عاد من فرنسا وكتب ديوانه الاول ونشر فيه مبادئه، لكن لم يدعو الى مذهبه صراحه. لكن الشباب دول دعوا الى مذهبهم صراحه وهاجموا الكلاسيكيين والاحيائيين وكانت نظرتهم للامام. ومن خصائصهم من خصائص مدرسه الديوان التطلع للمثل العليا. يعني ايه الجمله دي؟ اصل الجمله دي مش فاهمينها، مش عارفها ولا كلمه من النص بجد. كلمه التطلع يعني الطموح، والمثل العليا معناها اديك مثال ليه عشان تفهمها. المدينه الفاضله لافلاطون مثلا. افلاطون احد فلاسفه الاغريق اللي كانوا قبل 4000 سنه قبل الميلاد، وكان هذا الرجل يحلم بالمدينة الفاضلة. ايه المدينة الفاضلة بتاعت افلاطون؟ مدينة جميلة ما فيهاش شرور، ما فيهاش الام، ما فيهاش مرض، ما فيهاش ضعف، ما فيهاش قسم بوليس اصلا لان ما فيش جريمة. فكان بيحلم بحاجة كده زي الجنة يعني. الحلم ده ما كانش عند افلاطون بس، الحلم ده كان عند مثلا الفارابي، برضو احد فلاسفة المسلمين اللي برضو تخيل المدينة الفاضلة. ايضا كان عند جبران، خليل جبران احد الشعراء المشهورين، ايضا تخيل المدينه الفاضله. عند مدحت صالح لما غنى انا عايز اعيش في كوكب تاني. والله العظيم مش بهزر، مدحت صالح المطرب المعروف كان بيغني اغنيه شبيهه بهذا المنطق اللي هي بتاعي رفضك يا زماني يا اواني انا عايز اعيش في كوكب تاني. هو رزق من الارض ومن اللي فيها، وليه حق بينه وبينك انه يزهق من الارض واللي فيها ويبقى عايز يعيش في كوكب تاني. على فكرة المعنى ده موجود في العقائد الدينية الثلاثة في المسلمين والمسيحيين واليهود. عندنا كلنا كأهل كتاب كلنا عندنا مفهوم الجنة. مفهوم الجنة هذا المكان الجميل الذي ليس فيه أي شرور ولا ألام، لا فقر ولا مرض ولا موت ولا أي منغصات ولا دروس ولا نص ولا أي حاجة خالص. ولا نحو ولا أي حاجة خالص. المهم إن شاعرنا النهاردة عبد الرحمن شكري بيقول حاجة قريبة من كده، اللي هي بيتخيل العالم المثالي الجميل بتاعه. لكن يا ترى السؤال المهم، هل يستطيع الإنسان الوصول إلى هذا العالم أم لا يستطيع؟ هي دي القصة اللي هيحكيها لنا النهاردة عبد الرحمن شكري عن شاعر. هذا الشاعر كان يحلم بأن يصل إلى الكمال. تعالوا نشوف قصة هذا الشاعر مع بعض ونشوف الرومانسية إيه في القصيدة بتاعتنا، القصيدة للحرص. يبدأ البيت الأول: قد حدثوا عن شاعر نابغ مجود الشعر شريف المقال. في هذا البيت يصف لنا الشاعر اللي بيبحث عن الكمال، وبعد كده هيوصف عالم الكمال بتاعه. يبقى القصيدة منطقية، بدأ بوصف مين؟ البطل. بطل القصة بتاعتنا شاعر. قد حدثوا عن شاعر، واضح انه مشهور الشاعر ده. عرفت منين انه مشهور؟ او الشعر يعني عبد الرحمن شكري عايز يوصلني ان الشعر ده مشهور منين؟ حدثوا، الناس بتتكلم عنه بضمير الجماعه. ويا ريتوا كمان جابوا معرفه، ده جابوا هنا ايه؟ نكره، نكره للتعظيم. شاعر نابغ ومجود الشعر وشريف المقال. يعني هذا الشاعر نابغه في عقله، شعوره قوي جدا وشعره جيد جدا، وكمان ألفاظه وكلامه مناسب جدا. مجود الشعر شريف المقال، يعني يجمع بين الشعر والنثر كمان. فصفات شاعرنا شاعر رائع قوي. ماله؟ لم يعشق الغيب. هذا الشاعر مختلف عن كل الشعراء، لأن كل الشعراء يبدأون بالغزل وبالمرأة وبالبكاء عن المحبوب، لكن شاعرنا لم يعشق الغيد. الغيد مفردها غيداء، وهي الفتاة الحسناء الجميلة. شاعرنا بقى لم يعشق الغيد، لم يعشق النساء. ليست قصة حب شاعرنا متشابهة مع قصة حب الشعراء، ولكنها بص ولكنه، لكن دايما حرف استدراك يفيد أن ما بعده خلاف ما قبله. لكنه هاما أي عشقا بكرا من بنات الخيال. كلمة بكر
اللي في اللغة العربية الولد البكر، يعني أول الأولاد لم يسبقه أولاد، البنت البكرة التي لم تسبق لها الزواج. فكلمة بكر أي أول لم يسبقه أحد، فهمت المعنى؟ فهو الشاعر هام بإيه؟ ببكر. هذه البكر ليست فتاة، وإنما هي صورة رائعة في ذهنه، صورة الكمال يعني. ما هو عنوان النص عندنا ايه؟ ها؟ الشاعر وصورة الكمال. يعني ممكن الأستاذ مبدئيا كده أعتبر بكر استعارة تصريحية؟ نعم. أيوه بكر هنا استعارة تصريحية. ليه؟ لأنه شبه الصورة الجميلة اللي في رأسه اللي في ذهنه بالايه؟ بالبكر. هام ببكر من بنات الخيال، يعني من بنات خياله، يعني من صنع خياله. إذن هي ليست بكر في الواقع، ليس لها شيء في الواقع، وإنما هي في بنات خياله. إذن من أين يبدأ عالم الشاعر؟ من العالم الذهني الخيالي أم من العالم الواقعي؟ من العالم الذهني الخيالي، من عالم الخيال يعني. هام ببكر من بنات الخيال. طب بنات طب. مش معناها بنات لا، بنات الأفكار، بنات الخيال، يعني من ميلاد الخيال، يعني صنعت في خيال، يعني ولدت في خيال، يعني من بنات الخيال. بيوصف لنا بقى ايه البكر دي؟ البيت اللي جاي ده تفصيلها صورة حسن. ما علاقة هذا البيت بالسابق؟ يفصل هذه البكر، يوضح لنا هذه البكر. ما هذه البكر؟ قال صورة حسن. صورة الحسن يعني كأن الحسن ده تجسم في صورة. صورة حسن صاغها لبه، أي صنعها عقله بكل مهارة وإتقان، برضه في عقله صح؟ كل ده بيتكلم عن عالم ذهني ولا عالم واقعي؟ صورة جميلة في خياله صنعها عقله، وصنعها بدقة. جبتها منين صنعها بدقة دي؟ صاغها. الصياغة غير الصناعة. الصناعة تكون في الأشياء العادية، أما الصياغة تكون في الأشياء النفيسة وبمهارة. يعني زي ما نقول على الجوهرج إيه؟ صايغ. نكرة مش كده؟ صورة عظيمة جميلة. جميلة من صاغها. راح حسن حد الكمال، حد يعني نهاية الكمال يعني. يعني بلغت في الحسن الروعة والجمال والكمال، بس فين؟ في ذهني ولا في الواقع؟ كل ده في ذهني. استنى واقفة عند كلمة حدها دي. حدها يعني ايه؟ حد الشيء يعني تعريفه. نهاية. نهاية. طب حد تعريف يعرف بجناس التام. تعريفها في الحسن سأل مصر، هل سأل القلب فاكر؟ سأل مصر يعني سأل مصر، سأل القلب يعني نسيا. لما تتشابه الكلمتان في الحروف وتختلف تماما في المعاني تسمى بالجناس اللي هي شباب الجناس التام. يبقى هنا الشاعر معلش فكريا كده ماشي بالترتيب، وصف الأول الشاعر وقد إيه الشاعر ده نابغ، وقد إيه الشعر ده عظيم، وقد إيه الشعر ده مشهور ومتقن للشعر والنثر. وفي رأسه صورة، أو هو مختلف عن الناس في أنه لم يعشق النساء ولكنه عشق صورة أنها بكر، وأنها من بنات خياله، وأنها دقيقة، وأنها من صنع عقله، ثم بلغ بها الذروة أنها وصلت إلى الكمال. لكن كل ذلك في العالم الذهني مش كده؟ الفكره اللي هو بقى السؤال فعلي فكره معينه ايه خطا رائعه جميله ليس فيها اي خطا. إذن الشباب ده العالم بتاع الشاعر. طيب ها هينتقل للعالم المرئي بقى. بص بيقول لك ايه؟ فصار كالطفل رأى بارقا هاج له أطبعه في المحال. احنا كده من العالم الذهني، فين العالم المرئي؟ فين كلمة العالم المرئي؟ جت منين كلمة ايه؟ رأى. رأى الشاعر بدأ
كأن من انشغاله بالصورة بدأ يراها كأنها في السماء قدامه، في السماء فوق، بارق. بارق يعني ايه؟ قمر لامع يعني، أو نجم لامع يعني. فصار كالإيه؟ كالطفل. هو الطفل ايه صفاته؟ السذاجة وشدة التعلق. فهو الشاعر بقى عامل زي ايه؟ زي الطفل المتعلق بشيء. فصار كالطفل رأى ايه؟ بارقا. بارق يعني زي القمر كده في السماء. ساعات كده الأطفال فعلا كده لو بص على السماء كده بدأ يمد ايده عايز يمسك القمر، يعني فاكر ان القمر ده ايه؟ حاجة كده قريبة كده منه يعني، طفل مش كده، بريء. فصار كالطفل رأى ايه؟ ها؟ بارقا. ايه البارق ده؟ اللي هي الصورة المجسمة لمين؟ للصورة الذهنية اللي في دماغه. بس كده انتقل من العالم الذهني للعالم المادي، ففي تدرج كده في الأحداث. رأى بارقا. البارق ده لما شاف الطفل عمل ايه؟ هاج له، أي أثار عنده أطماعه في المحال. يعني الشاعر مدرك إن ده ممكن ولا محال؟ محال، ومع ذلك يمشي إيه؟ وراءه. إذن هو في صورة جميلة نفسه يوصل لها وعارف إنها صعبة ومستحيلة، بس مش قادر يمنع نفسه عن الإيه؟ عن المشي وراءه. فصار عشان كده قال كالطفل، صح؟ فصار كالإيه؟ ها؟ كالطفل رأى إيه؟ بارقا. لاحظ بارقا برضه نكرة للإيه؟ للتعظيم. هاج له أطماعه في المحال. يمد نحو النجم كفا. خلي بالك بدأنا ننتقل من الرؤية إلى الحركة. يمد نحو النجم كفا، كانت ذهنية بقت مرئية بقت حركية. كان عالم ذهني في رأسه، وبعدين تخيله كأنه بارق في السماء، وبعدين بدأ يتقيم. خلي بالك تنام الحركة. رأى بارقا، قال إيه؟ يمد ها نحو النجم. إيه النجم ده؟ اللي هي صورة الكمال بالنسبة له. كفا. بص المفارقة الكبيرة بين الغاية والوسيلة. إيه الغاية؟ الحصول على النجم. إيه الوسيلة؟ الكف. فطبعا ندرك من كده انه هيوصل ولا مستحيل يوصل. اهو عشان كده بيقول في الشطر الثاني ايه؟ ويحسب النجم قريب المنال. يحسب تدل على ظن الخطا. وفاكر الغلبان المسكين ده النجم قريب المنال. اذا هو في صراع، صح؟ ما بين الرغبه وما بين استحاله حدوثها. فين الرغبه؟ في الشطر الايمن. ليه؟ استحاله حدوثها هتلاقي فين؟ في الشطر الايسر. الشطر الايمن كان فوق بيقول ايه؟ في الاولاني راى بارقا، صح؟ دي الرغبة، مش كده؟ الشطر الثاني كان بيقول ايه؟ محال ولا ممكن؟ اذا استحال. الشطر الاول برضو في البيت اللي بعديه اللي هو ايه؟ يمد نحو النجم كفا، رغبة ولا لا؟ طب الشطر الثاني بيقول ايه؟ ويحسب النجمة، ها؟ دي ايه؟ استحالة ولا امكانية؟ استحالة. ما هو ما بين الامكاني، ما بين الرغبة والاستحالة هنا الصراع. طب البيت الثالث بيقول ايه؟ بص كده بيقول ايه؟ فصار عفوا فاينما سار. خلي بالك كانت الحركة يا دوب مد كف، صح؟ لكن البيت ده بيقول ايه؟ فأينما ايه؟ صار عن ايه؟ مش طب والمشي ده ايه؟ المشي ده حركة ايه؟ حركة أحد أجزاء الجسم ولا كل الجسم؟ إذن الحركة بتتنامى هنا. يبقى من العالم الذهني للعالم المرئي للحركة البسيطة للحركة الكلية، إنه بقى ده يمشي ورا الصورة. أينما سار تراءت له، كل ما يمشي يلاقيها جنبه، كل ما يمشي تراءت يعني ايه؟ ظهرت له. عارف زي ما تكون ماشي بالعربيه كده وتلاقي القمر جنبك في الليله بدر، هيخلص القمر؟ والله امشي زي ما انت عايز هتلاقي القمر جنبك، صح ولا لا؟ فعايزه ليه؟ تلازمه الصوره ايه؟ ها؟ تلازمه. يبقى دي رغبه ولا لا؟ وبعدين بيقول ايه؟ كما تراء خادعا لمعه. قال مش احنا اتفقنا ان الشطر الايمن رغبه والشطر الايسر استحاله؟ مش احنا اتفقنا على الصراع ده؟ كما تراء خادعا، زي ما بيظهر مخادع السراب. عارف السراب؟ عارفين ظاهره السراب؟ انك تبقى ماشي مثلا في عز الظهر كده بعربيه تبص تلاقي قدامك ميه في الطريق دي كده، ميه فعلا تشوفها، ميه بحر قدامك على الطريق، بالذات في الشمس ظهرت الانعكاس مش عارف ايه وبتاع، ظاهره معروفه في اللغه. طب انت لو علمت بعمود معين هتوصل لعمود ما تلاقيش حاجه. ده حتى كمان دي من ضمن الصور اللي القران ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا بها المثل. الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه، قيعه يعني مكان واسع يعني، يحسبه الظمآن ايه؟ يعني كثير من الكفار يظنون انهم يفعلون افعال حسنه وانهم على صواب، لكن ما يرونه امامهم هل هو حقيقه ام سراب؟ اذا السراب يضرب بمن يظن انه على حق وهو على باطل. فهو عشان كده راح جايب الصوره دي متاثره بالقران. يعني الصوره دي بتظهر ليه؟ زي الايه؟ كما تراء خادعا لمعه ايه؟ قال. ايه قال دي يا استاذ؟ احنا نعرف اللهم صل على ال محمد، يعني دي اللي نعرفها قال بمعنى اهل. لا، كلمه الال في اللغه العربيه قد تاتي بمعنى اهل فعلا، وقد تاتي بمعنى السراب، يعني دي من استخدامات اللغه.
فهنا شاعر يضرب لي مثلا على أن هذه الصورة تلازمه وأنها تظهر وتختفي وأنه يكاد يقترب منها لكن يعلم أنها إيه؟ سراب. ومع ذلك فصار يقفو إثرها هائما، مش ماشي وراها بس، ده بيقتفي أثرها. ما الفرق بين السير واقتفاء الأثر؟ السير سير عادي صح، لكن اقتفاء الأثر بقى، عارف الراجل اللي هو بيجي في الصحراء يجيبوه علشان مقتفي الأثر، مثلا لو في مثلا مجرمين هاربين مثلا ولا بتاع، يوم يعملوا ايه؟ يجيبوا الراجل ده يمشي وراء الأثر ويعرف هو رايح فين. يعني لدرجة ان زمان كان الراجل لما يشوف الرجل دي في الأرض بتاعت الصحراء يعرف دي رجل ولا امرأة، يعني طبعة الرجل دي يعرف منها انه ده رجل ولا ايه ولا امرأة. كان عندهم دقه غريبه لدرجه ان كمان يقول اذا كانت امراه حامل يعرف انها امراه حامل ولا لا من طبعه رجلها على الارض. والله العظيم كان عندهم لا حاجه فظيعه بجد، يعني من طبعه الرجل على الارض دي يعرف ده رجل ولا امراه وسنه كام وتخين ولا رفيع وامراه ولا، يعني حاجه غريبه كده. المهم اختفاء الاثر ده يعني عارف تبقى ايه متدق. اذا هنا الشاعر بقى ماشي ورا الصوره ماشي عادي ولا ماشي كله اهتمام؟ يقتفي اثرها صح. فصار يقفو يقفو اثرها هائما عاشقا متيما محبا مشتاقا انه يلاقيها. والمهتدي بالوهم للاسف يعلق بقى على نفسه، مش احنا قلنا الشاطر الايسر دايما ايه استحاله صح؟ والمهتدي بالوهم جم الضلال، يعني اللي ماشي ورا الوهم هيوصل؟ يبقى عارف ان هو ماشي ورا الوهم ولا لا، انه استحاله يوصل للكمال ولا لا. جم يعني يا شباب كثير الضلال. ملاحظ كده البيت ده يهبط. فصار يقفو إثرها هائما والمهتدي بالوهم جم الضلال. لما تقرأ بصوت عالي وتلاحظ حرف الهاء وهو بيتكرر كتير يعمل ثقل في النطق. يعني دي من ضمن العيوب اللي هنرصدها على الشاعر، ان هو اكثر من حرف الهاء الذي ادى الى ثقل في النطق. فصار يقفو إثرها هائما والمهتدي بالوهم جم الضلال. وهم أن يمسك جاهدا بين ذراعي. نسخن الموضوع ده، بيقول لك خلاص قرب من الصورة واقترب أن يمسكها بين إيه؟ مش يداي، بين إيه؟ ذراعي، يعني يحتضن تلك الصورة. وهم أن يمسك جاهدا بين ذراعي بأيد إيه؟ بأيد عجال، يعني أيدي مرتعشة متسرعة مشتاقة. وهم أن يمسكها جاهدا بين ذراعيه بأيد عجال. وصار يعدو جهده نحوها، يعدو جهده يعني إيه؟ ماشي بأسرع ما يعدو، يعني يجري. شفت بقى إيه؟ صار ولا يعدو؟ إيه الفرق بين العدو والسير؟ العدو الجري. إذا تنامي في الحركة ولا لأ؟ خلي بالك أول مرة كان إيه؟ بكر من بلاد الخيال، وبعدين إيه؟ رأى، وبعدين ايه؟ يمد، وبعدين ايه؟ سارة، وبعدين سارة مهتمة، وبعدين ايه؟ يجري. فصار يعدو جهدها نحوها حتى هوى من فوق تلك التلال. هوى يعني ايه هنا؟ من فوق التلال. عارف الشعر كان بيجري على ايه؟ على جبل وبصص فوق والصورة عايز يمسكها، فضل يجري يجري يجري، الجبل خلص هو مش واخد باله ان الجبل خلص تحته، قام عامل ايه؟ وقع من فوق هوى على الارض نزل. فرحمة الله على شاعر مات قتيلا للامان الطوال. الرجل مات الله يرحمه ويحسن اليه. الحق قبل السؤال الغريب، الحق قبل السؤال الغريب. واحد يقول لك يا استاذ هو ازاي كتب القصيده دي ومات؟ قبل السؤال الغبي. يا جماعة لو سمحتم، هو بيحكي قصة شاعر كأنها قصة حكاية، بيحكي لنا حكاية عايز يقول إيه يعني؟ الشاعر مات وقع على الأرض ومات، طب ليه بقى؟ عايز يقول إيه المغزى يعني؟ ليه انتهت بموته؟ بالظبط، الله ينور عليك يا بنتي، لأنه بيدور على حاجة مستحيلة، لأن الوصول للكمال مستحيل. هيدي القصة كلها اللي عايز اوصلها لنا، ان اي حد هيقدر يوصل للكمال مش مستحيل. مستحيل الوصول للكمال. استاذ امال ليه نسعى ليه؟ احنا بنسعى ليه عشان نجيب اخرنا، عشان نجيب جهدنا، لكن واحنا مدركين اننا لن نصل للكمال، لان الكمال لمن؟ بس لله وحده، مش كده ولا لا؟ الكمال لله فقط، ربنا هو اللي كامل فقط، اما فعل الانسان فدائما فيه شيء ناقص، ربنا بقى اللي بيكمله من عنده.
يعني احنا هنخش الجنه باعمالنا، اعمالنا كامله قوي وحلوه قوي، احنا هنخش الجنه برحمه ربنا سبحانه وتعالى، مش كده؟ كل الناس عندها نقص ولا لا؟ طب حتى المبدا ده، في ناس يا جماعه في حياتها بتقف تفضل واقفه مكانها بالسنين، ليه؟ عايز تطلع الحاجه كامله. كل ما يعمل حاجه يقول لك لا لا ما اقدرش اعرضها دلوقتي، لا 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 استنى، ماشي حسن وجود وماشي، لكن في ناس بيبالغوا لدرجه انهم ما بيعملوش حاجه في الاخر، بيفضلوا في الاخر محلك سر. برضه انتوا ساعات بتذاكروا بالمنطق ده، انك مش عايز تفتح، مش عايز تحل اسئله الا مذاكر الدرس، وبالتالي مش اسئله ليه؟ عشان دايما حاسس انك ما ذاكرتش الدرس فبتقف مكانك. صحيح في طلاب يمتحن ينقص درجه او درجتين او ثلاثه تحس انه فاشل والدنيا باظت، هو كده فشل خلاص، هو كده مش داخل كليه عدله خلاص، وبالتالي يبدا يتعامل ليه؟ عشان ما وصلش لل 100%. ايوه يا جماعه ماشي، ما احنا ممكن نوصل لل 100% وبعدين نقل، بعدين ممكن نوصلها بالتدريج، ممكن نوصل، بس يبقى عندي رغبه اوصلها. دايما يا اولاد الناس اللي بتوصل، عارف مين؟ اللي بتشتغل تطلع لها نتائج تحسنها، يشتغل تاني تطلع له نتائج يحسنها، يشتغل تاني يطلع له نتائج يحسنها. معظم الشركات العالميه زي مايكروسوفت وزي جوجل والناس، الناس دي كلها بدات ازاي يا جماعه؟ بشريه صغيره، وبعدين عملوا فيها ايه؟ عرضوها، لا عيوب، عملوا ايه؟ طوروها، وهكذا، وهيفضلوا لغايه يوم الدين كده عندهم مشروع وبيطوروه وبيحسنوه وبيكبروه. فلازم نتعامل مع المنطق ده، ان احنا مش كاملين، مش هنوصل للكمال، ولو فضلت مصر انك ما تعرضش الحاجه الا الكامله هتفضل محلك سر ومش هتنتج حاجه. هو دي الفكره الفلسفيه اللي عايز يوصلها لنا الشاعر، بدليل انه مات في الاخر ولا لا؟ فراح ايه الارض اللي وقع عليها دي؟ ارض الواقع. ايه التلال اللي هبط من فوقيها دي؟ حاجات رمزيه شويه، خيال والوهم اللي كان فوقيه، صح؟ يبقى هو مش اصطدم بارض الواقع، يعني كانه طلع في خياله وفضل سرحان في خياله في عالم من الاحلام لغايه ما اصطدم بالواقع اللي فوقه زي ما بيقولوا. فاذا شاعرنا النهارده بيحكي لنا قصه رمزيه فلسفيه. ايه فلسفيه يا استاذ؟ صحيح احنا بنتكلم دلوقتي في عاطفه ولا فكره فلسفه؟ افكار كلها. من يسعى للكمال مش اذا يغلب عليهم الذهنيه ولا لا؟ الديوان؟ مش الديوان اصلا من خصائصهم اللي احنا قلناها الذهنيه، اي تغليب الجانب الفكري على الجانب الوجداني بصوره عيبت عليهم احيانا. ليه عيبت عليهم يا استاذ؟ لان الاصل في الشعر يا جماعه هو اسمه ايه؟ شعر، صح ولا لا؟ جاي من ايه يعني؟ من الشعور. اذا لو القصيده خلت من الشعور ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش شعر. وفعلا هنا القصيده يغلب عليها، هي فيها حته وجدانيه طبعا، يعني فيها التطلع، فيها التعلق، فيها الحب، فيها العشق، فيها الحزن في الاخر انه مات، فيها حته عاطفه، لكن الجانب الفكري اوضح واطغى من الجانب الوجداني. حتى الالفاظ اللي استخدمها الشعر، يعني بص لي كلمه ايه؟ يحسب. كلمه حدها، تحس كده ان بيتكلم في الحد الجبري ولا بتاع حد، كلمه رياضيه يعني. كلمه حد دي بتستخدم فين؟ في الرياضه. وكلمه يحسب دي كلمه عقليه، كلمه لبه كلمه عقليه. اذا الفكره والالفاظ يغلب على الذهنيه. خلي بالكوا ده اخطر سؤال في القصيده اصلا، وضح الذهنيه في الابيات. الذهنيه يعني ايه؟ حاجتين، ان الفكره اساسا في الاصل فلسفيه، فهو يعالج فكره فلسفيه وفكره التطلع للكمال وعدم الوصول اليه. الالفاظ اللي استخدمها الشاعر الفاظ ايه؟ ها؟ الفاظ ذهنيه يغلب عليها الجانب الايه؟ الفكري. مثل، افتح له قوس بقى، مثل مين؟ يحسب، مثل لبه، مثل الحد. هذا الكلام مكتوب في المذكره ان شاء الله قدامك، ما تقلقش. يبقى عرفنا فين الذهنيه؟ طيب ايه الرومانسيه في القصيده دي؟ يعني واحد يقول لي يا استاذ طب دلوقتي انت بتقول لنا ذهنيه، طب فين الرومانسيه بقى هنا في القصيده دي؟ لا في رومانسيه، الهروب من الواقع الفعلي الى واقع متخيل، ده دي الرومانسيه اصلا. الرومانسيون دائما يهربون من الواقع الى الطبيعه، الى المراه، الى عالم الاحلام والخيال. يبقى في هنا رومانسيه ولا لا؟ في رومانسيه. يبقى كده كل الناس رومانسيه. لا بس بشرط، انا مش معاهم. بص لما اتعامل مع الواقع، يعني ايه المشكله ان هناك رجل يحب امراه ويريد ان يتزوجها؟ ده واقع، صح ولا لا؟ ده واقع، يعني بيسعى لها بواقعيه وينظر لها انها انسان ليست ملاكا ولا شيطان. هو يا بنتي الرومانسيه او عفوا الواقعيه ان ما اتكلمش في العواطف؟ لا، الواقعيه بتتكلم في العواطف بس بصوره واقعيه. يعني لما انا اتحدث عن المراه ممكن اتحدث عن المراه بطريقه رومانسيه، وممكن برضه اتحدث عن المراه بطريقه واقعيه.
واقعي. فهمت اقصد ايه؟ فاذا الفكره هنا في القصيده عندي في شيء من الرومانسيه ولا لا، اللي هو الهروب من الواقع الى شيء مبالغ فيه وعالم الاحلام والايه والاوهام. عرفنا فين الرومانسيه وعرفنا فين يا شباب الذهنيه. صليت على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. من حيث الشكل القصيده دي تلاحظ شكلا شكل قصيده القدماء وحده الوزن والقافية، رغم ان الديوان في خصائصهم دعوا للشعر المرسل، يعني المرسل اللي هو الخالي من الوزن والايه والقافيه او متنوع القوافي، بحجه ان القافيه الواحده تجلب الملل. تاني الجمله دي، فعقاد كان كتب قصيده وسائل امنا الارض سؤال الطفل للام فتخبرني بما افضى الى ادراكه علمي، جزاها الله من ام اذا ما انجبت تأيدي. خلي بالك البيتين الاولين كانوا ماشيين ازاي، امي وعلمي، البيت الاخير كان ايه تأيد، يعني بالدال، يعني بيتين بالميم المقصوره وبيت بالايه بالدال، ده اسمه تنوع القوافي. هم دعوا للشعر المرسل بعكس مطران. مطران كان تمسك بالشكل التقليدي للقصيده، ما هم دول الشباب الثائر على الكلاسيكيه وعلى الاحيائيين وغيره. اذا هم هنا هل التزموا بدعوتهم للشعر المرسل؟ لا. اذا هم دعوا الى الشعر المرسل لكنهم لم يلتزموا بهذه الدعوه، بدليل الشعر وسلطه الكمال انهم صاروا على نفس الايه يا شباب، على نفس النوال بتاع القدماء اللي هو وحده الوزن والايه والقافيه. يعني القصيده فيها قديم ولا لا؟ بس ممكن يكون دي قصيده واحده، قصائد لا قصائد كتير، لا عندهم قصائد كتيره قالوا فيها وحده الوزن والقافيه رغم ان هم دعوا للشعر الايه بنتي المرسل. ايضا نلاحظ ان هم استخدموا الخيال الجزئي، يعني ده برضه من القديم، عندهم الاستعارة عندهم التشبيه وعندهم عادي جدا اللي هو الصور العادية. نلاحظ أيضا كان في شاعر قديم اسمه الكوميت، شاعر عجيب شوية اسمه غريب شوية، كان بيقول إيه؟ شاعر قديم خلي بالك من صدر إسلام. طربت وما شوقا إلى البض أطربه، كلمة البض أي نساء الجميلات. بيقول أنا عشقت لكني لا أعشق النساء. خلي بالك شبيهة بالمقدمة ولا لا؟ لما قال فيها ايه؟ لم يعشق الغيد لكنه هام ببكر من بنات الخيال، يعني نفي عشق المرأة. بدأ به شاعر قديم، يبقى هو تقريبا برضه بيقلد في من القديم ولا لا؟ أنا جبت لك الذهنية والرومانسية، ودلوقتي بجيب لك القديم صح؟ قلت لك إن وحدة الوزن والقافية والخيال الجزء من القديم، وقلت لك إن تقليد الشعراء القدماء في بعض بداياتهم زي لم يعشق الغيد يقلد الكوميت في لم طربت وما شوقا الى البض اطربه. ايضا نلاحظ ان القران الكريم كان موجود اثر ولا لا في القصيده، لما قال كما تراءى خادعا لمع، قال متاثر بقوله تعالى الذين كفروا اعملهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء. خلي بالك الكلام ده كله اسئله، اقول لك بما تاثر الشاعر في هذا البيت، تقول لي بالقران الكريم، أقول لك ما القديم في هذه القصيدة، وحدة الوزن والقافية والخيال الجزئي وتقليد الكوميت وتقليد القرآن، كل دي أشياء قديمة. طب ما الجديد في هذه القصيدة؟ لا في جديد. أولا الفكرة نفسها فلسفية، الغرض نفسه يعتبر غرض جديد في الشعر اللي هو التطلع للمثل العليا، غرض القصيدة كده صح؟ كمان عندك الخيال الكلي، خلي بالك خلي بالك القصيدة دي أنت لو مسكت ورقة وقلم تقدر ترسمها صح؟ يعني تقدر ترسم الجبال اللي كان الشاعر ماشي عليها والشاعر والافق والصوره اللي بتلمع وصوره الشاعر وهو ساقط على الارض ودماءه تنزف، مش كده؟ يبقى اذا انا عندي هنا صوره كليه لها اجزاء واطراف، انتبهوا افتكروا. الصوره الكليه لايه؟ اجزاء والاطراف، ايه الاجزاء دي؟ اللي هي كل ما يمكن رسمه، يعني التلال اجزاء، الشاعر جزء من هذه اللي كمان النجم اللي هو ده من ضمن الاجزاء وهكذا. طب بقيه الاجزاء بقول بعدها الاطراف، فاكر؟ الصوت، اللون، الحركه. الصوت نسمعه مثلا في مين؟ حدثه فيها صوت. هواء، صوت السقوط، مش كده؟ ساره، صوت المشي. طب فين اللون؟ كتير بقى. يعني لما الشاعر قتيلا لون الدماء. عندك مثلا التلال، بارق، كل هذه الوان. الحركه عندك كتير، سارة، يمد، يعدو، مش كده ولا لا؟ اذا يمسك، كل هذه حركه. يبقى اذا القصيده حافله بالحركه وحافله بالصوت وحافله باللون، مما اعطانا صوره خياليه او لوحه خياليه جميله تناسب الموقف. استاذ هل اخطا الشاعر في هذه القصيده؟ احنا كنا اشرنا اثناء الشرح الى خطئه في تكرار حرف الهاء اللي ادى الى الثقل الموسيقي، فاكرين؟ ايضا اخطا في اخر بيت في كلمه قتيلا.
كلمة قتيل هنا الأحلى يقول شعارة، الأحلى يقول شهيدا. ليه شهيدا؟ هو بيجري ورا هدف نبيل ولا هدف وضيعة؟ نبيل. كونه عايز الكمال ده هدف حلو، ما وصلوش مش مشكلتي، لكن هو كان بيجري ورا هدف حلو صح؟ طب مين أكثر حسما إنه بيجري ورا هدف جميل؟ القتيل تحتمل اثنين صح؟ إما قتل في حادث وإما قتل لأنه خارج على القانون. فكلمة فاكر مآتم الأضواء؟ كان مآتم بمعنى مجتمع الناس حزنا أو فرحا، فكان أولى أن يقول جنائز اللي درس معاه قصيدة المساء. ده دلوقتي برضو كلمة قتيلا تحتمل احتمالين، فكان أولى به أن يقول إيه؟ شهيدا. إذن الخطأين اللي رصدوا في كتاب المدرسة ولازم كلنا نعرفهم ونبقى على أهمة الاستعداد للإجابة عنهم، اللي هي تكرار حرف الهاء أدى إلى ثقة الموسيقي، وكلمة قتيلا لا تناسب الجو اللي يا شباب الجو النفسي. الكتب الخارجية أو بعض يعني المحادثات بين الطلاب والمدرسين رصدوا خطأ آخر للشاعر وهو كلمة التلال. كان أولى به أن يقول الجبال، لأن مين أعلى؟ مع ان الجبال ماشيه مع القافيه، فهو قصد يجيب التلال، فقيل انه اخطا، لكن الكتاب لم يرصد هذا الخطا، لكن هو متداول وبعض الناس يعني تؤكد انه الجبال صعب مثلا نمشي عليها، الجبال ممكن يعني تناسب الجري والعدو، ده في بعض الناس قالوا كده، لكن يعني مش عايزين نخش في الملاحظات الجغرافيه دي قوي يعني. وهنا شهيدا ممكن ما تبقاش لها برضه معنى، لان الشهاده مش اي حد بيقبلها يعني. لا لا لا، هو انا هسميه شهيد، الله اعلم ربنا عند ربنا ايه، بس انا هسميه شهيد لادل على نبل هدفه. لا صريعا برضه زي القتيل، صريعا ما تحسمش الهدف انه كان بيبقى من اجل هدف نبيل. اللهم صل على محمد. ده عن القصيده. طيب استاذ افرض بقى، اسمع بقى معلش اسئله كده متنوعه كده من التعليق برضه، انا كده ما تعرضتش لسه للخيال اللي هو الاستعاره وكده، بس انا مع الالفاظ واحده واحده، مع قصدي مع البلاغيات العامه. ايه التجربه الشعريه في القصيده دي يا استاذ؟ التجربه الشعريه جماعه، انا بقول لك ايه التجربه في الشعريه في الابيات دي. هتقول الاول نوع التجربه انها تجربه ذاتيه، خلي بالك عشان في جدل حول الموضوع ده. طبعا ذاتيه، وبتكلم عن حاجه بتاعته هو، بتكلم عن تجربه شخصيه بيه هو، السعي للكمال. هل كل الناس تسعى للكمال؟ يبقى إذن الشعر بيتكلم عن عالم ذهني خاص، ده حتى بيقول لك بكر من بنات الخيال، بيتكلم عن فرد. اذا بيتكلم بيتكلم عن تجربه شخصيه ذاتيه. ما اقدرش صحيح، ممكن انا احس بالتجربه معاه. خلي بالكم، ما مطران مثلا مش كاتب قصيده المساء؟ ما ممكن واحد حالته شبه مطران وياخد قصيده المساء على نفسه، هل معنى كده انها تجربه عامه؟ لا طبعا. ليس معنى انها شابهت احد التجارب انها تجربه عامه، التجربه العامه هي التجربه العامه بالناس التي تمس قضاياهم في نفس اللحظه وفي نفس الوقت، اللي هي زي مثلا الحرب، الاستعمار، الاسعار، مش عارف ايه، تجربه عامه. يبقى تجربتنا هنا هي تجربه يا شباب ذاتيه. طبعا تحقق فيها العنصر الفكري بوضوح، والعنصر الوجداني اللي كان فيه التعلق قلنا، والطموح والحزن والتشاؤم في النهايه، فيها مسحه من الحزن والتشاؤم بموت الشاعر. الموسيقى دي عنصر من عناصر التجربة في الموسيقى الخارجية والداخلية، فاكرين؟ تعودنا بقى الخارجية في وحدة الوزن والقافية، كل ده ما عناصر التجربة يا بنتي. عناصر التجربة الفكر، الوجدان، الألفاظ، الخيال، الموسيقى. دي عناصر التجربة، الفكر، الوجدان، الفكر والوجدان دول عنصرين أساسيين، وبعدين الألفاظ والخيال والموسيقى. الفكر لوحده ده عنصر، الوجدان لوحده، الوجدان اللي هو العاطفه يعني. احنا كل ده بنلك في ايه؟ انتبهوا معايا بالله عليكم عشان ما تبقاش تسمعوا على الفاضي كده. احنا كده بنلك في ايه؟ ما اقول لك اجيب لك نص زي ده اقول لك ايه؟ السؤال كبير. وضح التجربه الشعريه في الابيات. هتقول لي الفكر، هتقول لي الاول نوع التجربه انها ذاتيه، لانه بتحدث عن موضوع يخصه، وهتقول لي العنصر الفكري في الابيات وتشرحها شرح سريع، والعنصر الوجداني وتذكره اللي هو التعلق والحب والحزن والتشاؤم وغيره، وهتتكلمني عن الموسيقى اللي هي الخارجيه والايه؟ والداخليه، وتفوق لي بقى حلو الالفاظ والخيال. يعني الالفاظ هل نسبت العاطفه ولا لا؟ كل حاجه طبعا. هل الالفاظ نسبت العاطفه ولا لا؟ طبعا. يعني لما حب يعرض لنا العالم الجميل بتاعه كان دقيق في اختيار الفاظه، تنكير صوره اضافتها الحسن صاغها. ده حتى في سؤال هنا مشهور، انتبهوا بقى في حته الالفاظ دي لو سمحت. صاغها قلبه، صاغها لبه، ايهما اجمل ولماذا؟
حتى فلسفة بقى. يعني ما أقول صنعها قلبه ولا صنعها عقله؟ بصوا لا لا لا، العقل مسؤول عن الإبداع والقلب يشعر بالإبداع. يعني مين منشئ الإبداع؟ العقل، الطاقة المقدسة اللي ادها ربنا للإنسان وفضله على كل المخلوقات. العقل مبدع، لكن القلب وظيفته ايه؟ الشعور بهذا الايه؟ الابداع بعد ان يحبس. يعني وظيفة، يعني القلب تبدا مهمته بعد العقل. فلذلك قال صاغها لب ولم يقل صاغها قلب. يبقى دقيقه ولا لا كلمه لب هنا؟ كلمه صاغها طبعا قلنا دقيقه جدا، لا تدل على المهاره والدقه. اذا كلمات الشاعر كانت مناسبه للعاطفه التي اراد ان يعكسها لنا. برضو اينما سار تدل على تلازم الصوره لمين؟ للشاعر. فكر بايد عجال تدل على لهفه الشاعر. الله اكبر الله اكبر. بعض الالفاظ اللي ممكن خرجت عن التجربه او خرجت عن العاطفه، زي ما قلنا كلمه قتيلا وزي تكرار حرف الهاء. يعني اقول مثلا الفاظ مناسبه للعاطفه وتختاري مثل كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن الشاعر لم اخطا في كذا مثلا اذا كان اخطا. نعم. ليدعو يصف يوضح الوجدان بقى يحب ويتطلع ويتلهف، ده الوجدان حبيب. الله أكبر الله أكبر. لسه الخيال بقى. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. كل ده لو قال لك التجربة الشعرية كل ده، الفكر وتشرح الوجدان وتذكريه، تنتقل للالفاظ وتكون مناسبه للعاطفه ولا لا، وبعدين تروح لمين؟ للخيال اللي هنروح له دلوقتي، والموسيقى في الاخر. احنا قلنا الموسيقى ما هو ده. لا لا، ده في الخيال. الصوت نسمعه واللون نراه والحركه نحسها، ده في الخيال الكلي. لكن الالفاظ تناسب العاطفه مثل احنا قلنا الخيال في الابيات هنا خيال كلي صح، وطلعنا الخيال الكلي. طب تعال خيال الجزء كده واحده واحده، نمسك بعض الاخيله اللي في النص دي. لما في البدايه خالص بيقول قد حدثوا عن شاعر النابغ، ده كنايات كلها عن شهرة الشاعر. طب نيجي بقى من اول هام بذكر الله اكبر الله اكبر، صارت صحتها شبه ايه؟ الصوره الرائعه اللي في ذهنه بالفكر. الصوره ايه ديت؟ مسرحيه على فكره، مش الحذف الاولاني. مش احنا دايما يا جماعه مرارا وتكرارا وساكرر لا اله الا الله. اللهم رب العالمين. هام ببكر، شبه الصوره الجميله في ذهنه بالبكر، استعاره تصريحيه. بنات الخيال استعاره مكنيه. اصل الخيال ملوش بنات، ده تشخيص. شبه الخيال كانه انسان له بنات، يبقى ده تشخيص استعاره مكنيه. اللي بعدها بيقول ايه؟ صورة حسن، استعارة مكنية. ده تجسيم للحسن. هو الحسن صورة، شبه الحسن كأنه ايه؟ كأن الحسن له صورة مادية. عايز تعملها تشبيه صح. كل حاجة فيها كناية إسلام. ما تقطعنيش بكلمة كناية، لأن أنا ممكن أجيب لك في الأبيات دي كلها كل حاجة فيها كناية، فعشان كده ما بتكلمش عنها. صورة حسن استعارة مكنية صح؟ صاغها استعارة مكنية. صاغها لوحدها كده. هو شبه ايه؟ صورة الكمال كأنها ايه؟ شيء معنوي صح؟ دي حاجة ذهنية مش كده ولا لا؟ كأنها شيء مادي يصاغ. استعارة مكنية. صورة حسن ها صاغها لبه. على فكرة لبه مجاز مرسل. مش هو مين اللي مسؤول عن الإبداع؟ الإنسان ككل مش العقل بس صح؟ يبقى جاب الجزء. واحنا قلنا يا جماعة زمان قانون ذهبي. أجزاء الإنسان التي تذكر في الأعمال الأدبية غالبا مجاز مرسل. يعني كلمة لب هنا جزء من أجزاء الإنسان. يبقى مجاز مرسل. يعني الجملة دي بقى إيه؟ صورة حسن استعار، صاغها استعار، لب مجاز مرسل، حدها في الحسن حد الكمال تشبيه. شبه حدها بحد الكمال في الحسن، حذف بس أداة التشبيه. يعني فين المشبه؟ حدها. فين المشبه بيه؟ حد الكمال. في الوجه الشبه؟ في الحسن. لما يكون كل الأركان بتاعت التشبيه مذكورة ما عدا أداة التشبيه بنسميه تشبيه مؤكد. سميه تشبيه يا شباب؟ كانوا زمان بيقول عليه مجمل، لكن بعد تغيير منهج اولى ثانوي اصبحت انت كطالب في ثالثه ثانوي مسؤول انك تقول تشبيه ايه؟ ها؟ اسمه كده مؤكد عشان محذوف الاداه فقط. يعني البنت زحمه صح؟ استعاره؟ استعاره كمان؟
مجاز تشبيه أربع صور. البيت اللي بعديه بيقول فسارة كالطفل تشبيه طبعا رأى بارقا تسرحية. ليه أستاذ؟ ما هو إيه البارق ده؟ صورة الكمال، شبه صورة الكمال كأنها إيه؟ بارق يلمع في السماء استعرض صحية. اسمع كده، هاج أطماعة استعرض مكنيمة أثار أطماعة، اللي يثير إنسان واللي يثار إنسان، كل البارق أثار دي استعارة وكل الأطماع أثيرت دي استعارة، يعني دي صورة ممتدة ومركبة. تاني هاج أطماعة، مين اللي أثار الأطماعة؟ البارق، وكأن البارق إنسان له القدرة على الإثارة. مين اللي أثير الأطماع؟ وجمع الكسرة تدل على كسرة الأطماع، يعني بارق تصريحية وهاج مكنية وأطماع مكنية، وهاج أطماعه مش كده؟ وإيه تاني بعدها؟ لا لا في نفس البيت، فصار كالطفل رأى بارقا هاج أطماعه في المحال. المحال دي كناية عن الصورة اللي هو الاستحالة صح؟ اللي بعدها بقول إيه؟ يمد نحو النجم كفا بالراحة زحمة برضه، النجم تصريحية. ليه يا أستاذ؟ قصده صورة الكمال. إيه ده؟ يعني كم صورة دلوقتي؟ كم استعرض تصريحية لصورة الكمال؟ ثلاثة، مرة بكر، مرة بارق، ومرة نجم. تعدد التسميات يدل على تعظيم الصورة. طب وكفا؟ حرام عليك بقى، ده اللي لسه اقول لك قانون ذهبي يا عم. قلت لك اجزاء الانسان التي تذكر في الاعمال الادبيه غالبا مجاز مرسل، مش كفا قدامك اهي، هو بيمد الكف بس يا جماعه ولا اليد كلها؟ يبقى علاقته بجزء ايه؟ يبقى الجزء هو اراد الايه هنا؟ اراد الكل. استعرى مكنيه برضه ان هو الصوره دي كشيء مادي يستير صوره لا خلاص، النجم تصريحي لا مش مكنيه هنا بقى، انا شبهت لا شبهت النجم الصوره بالنجم، خلصت الصوره خلاص، والكف مجاز مرسل. لسه شوف اللي جاي دي بقى، كتاب المدرسه، كتاب المدرسه قايلها بالصوره دي وعنده حق، يحسب النجم قريب المنال. خلي بالك ده تشبيه. لا تشبيه بليغ، هقول لك ليه تشبيه بليغ، هقول تشبيه بليغ، لا تشبيه برضه مؤكد. شبه النجم بالمنال في القرب، شوف الرخامه، يحسب النجم قريب المنال، اي يظن النجم منالا قريبا، منال يعني مطلب، يعني يبقى شبه النجم بالمنال في الايه؟ برضه شبه مؤكد، عايز تعرفه يعني. انا عارف ان الصور كتيره ورخمه بس معلش هنستحملها، نعمل ايه؟ هما الرومانسيين كده عندهم تزاحم صور. ما مطران يا جماعه، هو ايه اللي ارهقنا في قصيده مطران؟ غزارة الصور المتلاحقة، ويحسب النجم قريب المنال. إذا البدا في إيه؟ استعارة صحية؟ مجاز مرسل؟ تشبيه، زي البدا اللي قبليه برضه، كان نفس القصة بتاع صغاها لبو ديت، كان فيه برضه استعارة صحية وفي مجاز مرسل مش كده، وفي تشبيه. وبعدين بيقول إيه؟ أينما سار ده تشبيه تمثيلي بقى. ليه بقى؟ بيقول لك كل ما أمشي في أي مكان ألاقي قدام الصورة تظهر وتختفي، صح؟ زي إيه؟ زي ما بتمشي في طريق تلاقي السراب بيظهر ويختفي، دي حاله بحاله صح؟ اسمه تشبيه تمثيلي بقى. ما شبهش حاجه بحاجه. فاكر لما النجم قريب المنال شبه حاجه بحاجه؟ النجم بالمنال، لكن هنا شبه ايه؟ حاله بحاله. ودايما الطلبه اقول لهم يعني ايه حاله بحاله؟ يعني اكتر من حاجه باكتر من حاجه. عايز اقول البنت وسط اصحابها كالقمر وسط النجوم. انا كده شبهت البنت بمين؟ بالقمر. شبهت اصحابها بمين؟ خلي بالك تاني اقول الجمله، البنت وسط اصحابها كالقمر وسط النجوم. شبهت البنت بالقمر واصحابها بالنجوم. عندي كم مشبه؟ اثنين. كم مشبه بيه؟ اثنين. يبقى ده اسمه تشبيه ايه يا اولاد؟ تمثيل. هنا برضه الصوره ايه اللي بيحصل لها؟ عماله تظهر وتختفي. زي ايه اللي بيحصل للسراب؟ ايه اللي بيحصل له؟ عمال يظهر وايه؟ ويختفي. إذا هنا تشبيه يا شباب، تشبيه تمثيلي، لأنه شبه حالة ظهور الصورة واختفائها بحالة ظهور السراب وهي شباب واختفائها. وهنا تشبيه طبعا قرآني. البنت اللي بعديه بيقول إيه؟ فصار يقف إثرها. على فكرة الاستعارة مكنية. اختفاء الأثر
للشيء المادي بلي أثر. إنسان ماشي، حيوان ماشي، شجرة وقعت، هيبقى لها أثر على الأرض، مش كده؟ كون إن الصورة الذهنية دي لها أثار وهو بيختفي أثارها، استعرفك التكسير، استعرفك ليه؟ يطفو إثرها هائما. طب المهتدي بالوهم جم الضلال صور كتير، شبه المهتدي اللي بيهتدي بالوهم، استعرفك ليه؟ كأني جبت الوهم ده وخليته إيه؟ دليل ليه تشخيص، شبه الوهم الإنسان يقودني. طب جم الضلال يعني جم أصلا؟ كثير. طب لما أقول كثير الضلال يعني كمية الضلال كثيرة، يبقى ده تكسير، لأن الكثرة من صفات الأشياء الإيه؟ ها؟ المادية في الأصل، يعني الأشياء المادية هي التي توصف بالكثرة، فكون جم الضلال استعرى مكنيه. يعني بدأ في كم استعرى مكنيه؟ يكفو إصلاح استعرى مكنيه، المهتدي بالوهم استعرى مكنيه، جم الضلال استعرى مكنيه. وبعدين بقول إيه؟ فصار يعدو عفوا مهم أن يمسك جاهدا صح؟ بين ذراعي بأيدي العجال. على فكرة أيدي العجال هنا كناية بقى عن إيه؟ عن اللهفة الشديدة عن الحصول على الصورة، يعني نفسه يحصل عليها. طب يمسكها بقى استعار، شبه الصورة كأنها شيء مادي إيه؟ ها؟ يمسك. ما زال يعدو جهداء حتى هوى من فوق تلك التلال تصريحية. إيه أستاذ نبتنا بسرعة ليه؟ عشان نجذب انتباه. التلال استعارة تصريحية، رمز، مش التلال دي رمز الخيال. هو التلال دي حقيقية ولا رمزية؟ يعني هل يقصد التلال فعلا ولا يقصد عالم الأوهام اللي كان فيه والخيال اللي كان فيه؟ يعني شبه الخيال اللي كان فيه بالتلال، حذف مين؟ الخيال. وإحنا قلنا 100 مرة لما يحذف الأولاني يعني المشبه اسمها إيه؟ استعارة تصريحية. مستر جام الضلال كانت إيه؟ إيه؟ جام الضلال استعارة مكنيه، شبه الضلال كأنه شيء مادي كثير. أخيرا رحمة الله على شاعر مات قتيلا للأماني، استعارة مكنيه، يعني اقتل من اجل مثلا فلان احميه بتاع، لكن اقتل من اجل الاماني، كان الاماني دي شخص وانا اقتل من اجل، بس تعالى ايه كده استعارة مكنية. تكرارها؟ لا، هو تكرار الاستعارة عموما كسرتها عموما يفيد انه عنده مشاعر كتيرة عايز يوصلها، عنده صورة عايز يوصلها. اذا كثرة الاستعارات وكثرة الخيال هي للتأكيد على وصول الصورة ووصول الإحساس. طبعا نلاحظ من ناحية الأساليب القصيدة، من ناحية الأساليب أولا، أنا كده خلصت الخيال خلاص، وده أكبر حتة ممكن تقف فيها يعني. من ناحية الأساليب بقى شباب، القصيدة تقريبا 99% من خبري، لأنه بيوصف، والأسلوب الخبري هو أنسب الأساليب للوصف على فكرة. يعني أنا بوصف شجرة، هقعد أسأل، هقعد أمر، هقعد أنهى، ما ينفعش اسلوب الانشاء الشجره عشان اوصفها، لكن اوصفها بالاسلوب الخبري العام. الا اسلوب واحد خالص في اخر القصيده، رحمه الله على شاعر ده اسمه خبري لفظا انشائي معنى. يعني ايه؟ تعرفوا منين الخبري لفظا انشائي معنى؟ طب ما يا رب ادخل الجنه ده دعاء. بس انتوا اسمعوني بس، لحظه واحده. معظم طلاب ثانويه عامه عندهم مفهوم خاطئ عن الخبري لفظا انشائي معنى، رغم انه سؤال امتحاني. امتى يبقى خبر لفظا انشائي معنى؟ مش انه في دعاء بس. طب ما هو اهدنا الصراط المستقيم، ده دعاء، دعاء تم باسلوب خبري، ده الصح بقى. ما هو الخبر لفظا انشائي معنى؟ دعاء تم باسلوب خبري. لكن لو الدعاء تم بانشائي، انشائي انشائي غرض الدعاء، ما يبقاش خبر لفظا. يعني يا رب ادخلني الجنه، ده دعاء، لكن في نداء وفي امر، يبقى ده اقول له اسلوب انشائي غرض الدعاء، انشائي انشائي. لكن جزاك ربك خيرا، جزاك ربك خيرا ما فيهاش لا امر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني، بس فيها دعاء. استاذ ما فيها تمني؟ ما فيهاش تمني. التمني ليه ادوات، ليت لعل لو هل عسى، عشان اقول عشان اقول ده انشائي تمني لازم يكون في واحده من الادوات دول، ليت لعل عسى، لما الرجاء بتوع الرجاء والتمني، ليت احنا بنقولها تمني بس هي فيها رجاء وتمني، ليت لعل عسى لو هل، بس مش اي لو بقى. مثلا نقول ايه؟ واحد مثلا عجوز بيقول لو يعود الشباب، لا ده تمني. لكن لو نزل محمد البحر غرق، ده تمني، انا بتمنى ان الولد يغرق، ما فيهوش تمني هنا، ده شرط عادي فينا يا شباب. معلش ادوس على الحته دي تاني، الخبر لفظا الانشائي معنى هو ايه؟ دعاء تم بالاسلوب الخبري.
طب تتاكد ان الاسلوب خبر ازاي؟ ما فيهوش امر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا. طب تتاكد ان ما فيهوش تمام ازاي؟ ما فيش ليت ولا لعل ولا لو ولا عسى ولا هل. كده يبقى اسلوب خبري. مول جزاك ربك خيرا، فعلا جزاك دي فلا امر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني، ما فيهاش تمني، لان يعني الجمله اسمها جزاك ربك ايه؟ ما فيش ليت ولا لعل، صح؟ يبقى دي خبري بس فيها دعاء، بس مخبر الافضل الشيء معنى. معنى كده ان الايه الاسلوب الخبري، الاسلوب الخبري ما فيهوش حاجه بالسته. تخيل بقى الاسلوب الخبري هو ما ليس انشائي ولا خبري لفظا انشائي معنى، الله واحد. الجمله دي ما فيهاش حاجه بالسته، لا فيها امر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني كمل ولا دعاء. عشان كده اسلوب خبري ده خطير جدا. المولك استخرج من القطعه اللي قدامك او من الابيات اللي قدامك اسلوب خبري، طلع لي حاجه خاليه من الست حاجات. فانتبهوا بالله عليكم عشان ثانويه عامه، انتبهوا. رحمه الله على شاعر ده فعلا خبر لفظا لان ما فيهوش حاجه من السته، ما فيهوش حاجه من الخمسه، لكن في دعاء، في دعاء يبقى خبر لفظا انشائي مع. صليتوا على النبي؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. ده نموذج اسمه الشعر وصوت الكمال، من نماذج الشعر لمدرسة الديوان، طبعا مختلفة تماما أو مختلفة كتير عن مطران برضه، رغم هي رومانسية تشترك مع مطران في الحزن والتشاؤم والوحدة، الوحدة العضوية يا جماعة طبعا أكيد تحققت في النص ده بنسبة 100%، لأن كل القصيدة بتدور حوالين موضوع واحد وحوالين عاطفة واحدة إلى آخره.